في دواخلنا مجموعة من الأصوات، في دواخلنا ثنائية عجيبة غريبة. يعني إبراهيم الوراق ينتمي لزمنين. الزمن الأول هو ذلك الزمن الثقافي المعرفي الذي تشربه من والده، هذه الشخصية اليسارية التي عانت الكثير وتم اعتقالها، وبالتالي دخلت في مسارات نفسية كثيرة زرعت هذا الخوف في داخله. الزمن الثاني الذي ينتمي إليه إبراهيم هو هذا الزمن الحديث، زمن المالتي ميديا، زمن ثورة الاتصالات. لهذا السبب وقع إبراهيم الوراق في هذا الصراع ما بينه وبين الصوت الذي تفاجأ به يخرج من داخله ويدفع باتجاه أن يقوم بالعديد من الأفعال التي لم يقبلها إبراهيم الوراق، المحمل بالبنى المعرفية، كونه إنسان مثقف يمضي كثير من الوقت بين الكتب ليس فقط لمبيعها إنما أيضا استغراقا في محمولاتها المعرفية. ومن جانب آخر، من جانب نفسي، أردت أن يعني أن ألقي الضوء على الجانب الداخلي من هذا الصندوق، الصندوق الداخلي، هذا الصندوق السري الذي يحمل في دواخله كثير من التناقضات وكثير من الهواجس التي بطبيعة الإنسان لا يمكن كشفها، لا يمكن الحديث عنها. كان هناك في الرواية تحويرا للسؤال المهم الذي أطلقته دفاتر الوراق، هل يمكن للبنية المعرفية لدى الإنسان أن تنقذه من كثير من المسارات السلبية التي يمكن لأي عنصر أو مجموعة من الأسباب حولنا في بيئاتنا وفي أزماننا أن تدفعه إليه؟ أشرقت الشمس أول صباح علي في البيت المهجور، إذ تسللت بضعة خيوط من ضوئها عبر شقوق في الجدران، فتراقصت عبرها ذرات غبار وكائنات صغيرة. ألم بي صداع وأحسست بأطرافي مخدرة جراء البرد ونومي على عدد من القطع الكرتونية. أغمضت عيني أستعيد زمن بيتي في جبل الجوفة، فغفوت من جديد لتداهمني الكوابيس بشراسة متزايدة.